السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چنل میں آپ سب کو خوش آمدید. اللہ سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں سورة الكافرون تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ بیوٹیفل وائس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارا دوسرا چینل ہے قرآن ہوسٹ, لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ خیرا. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون مكية, 6 ورسس ہیں, ایک رکوع ہے. قل يا أيها قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد. مد ہے, لمبا کریں گے, تین الف کے برابر یا چار الف کے, ٹھیک ہے. ولا أنتم, نون ساکن میں یہاں اخفاء کریں گے, اس لیے نون ساکن کے بعد تا ہے, حروف اخفاء میں سے ہیں. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا ولا أنا عابد ولا أنا عابد عبدتم ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.